مشرق الفريجي الناشط المدني الأستاذ مشرق، أحييك مرة أخرى. كيف تراقب ساحات التظاهر في ظل طبعا هذا الضغط الأمني الرهيب والمريب عليها؟ كيف تتابع مبادرات القوى السياسية وحواراتها لتشكيل الكابينة برئاسة كابينة وزارية برئاسة محمد توفيق الله؟ شكرا جزيلا للاستضافة وتحية لضيفكم الكريم. نحن في سوح الاحتجاج أبدينا إعلانا واضحا منذ البدء، منذ اختيار السيد محمد توفيق علاوي، بإعلاننا الرفض التام للسيد محمد توفيق علاوي لسبب بسيط، لأننا نجزم أن السيد محمد توفيق علاوي هو مرشح الكتل السياسية وليس مرشح الجماهير. نحن وضعنا معايير ووضعنا مواصفات، هذه المعايير والمواصفات قد تم تجاوزها من قبل الكتل السياسية باختيار السيد محمد توفيق علاوي. إذن نحن في هذه النقطة محمد توفيق علاوي هو مرفوض من قبل الجماهير، لكن اليوم نحن أيضا في سوح الاحتجاج لم نفرض شخصية بعين ذاتها حتى نستطيع أن نقول نحن فرضنا هذه الشخصية دون الأخرى. نحن أيضا لم نستطع أن نقدم شخصية من ضمن المواصفات، إذن عليه نحن لم يكن لدينا قرار واحد في هذا الموضوع، مثل ما كان لدينا قرار واحد في موضوعة إقالة الحكومة وموضوعة مفوضية الانتخابات وقال الانتخابات التي أقرناها بجزم، كان هناك جزم على هذه المواضيع وتم إقرارها. يعني أنا لازلت أسأل أخي مشرق، أنا لازلت أسأل، هل مشكلتكم مع محمد توفيق علاوي أم مشكلتكم مع منهجية محمد توفيق علاوي، بحيث إذا ذهب محمد توفيق علاوي إلى تقديم وزراء مقبولين من لدنكم وبرنامج حكومي يلبي تطلعات التظاهرات تقبلون به لو لا؟ نعم، هذه الحالة اليوم نحن أطلقنا مبادرات في سوح الاحتجاج، وأحدى هذه المبادرات التي يبدو أنها للكثير من الشباب المحتاج والمعتصمين في الخيام وغالبية المتواجدين في ساحة التحرير تحديدا، نحن بصدد إعداد مبادرة، وهذه المبادرة بإعطاء مهلة لمدة شهرين للرئيس المكلف بعد أن يتم تسمية حكومته التي نتأمل أن تكون مستقلة وضمن المواصفات التي أرادها الجماهير. الرسالة الأولى التي يمكن أن يقدمها السيد محمد توفيق العلاوي للجماهير، واليوم الجماهير تنظر إليه بنظرة سلبية باعتبار أن التراكمات التي أتت بها الكتل السياسية منذ 2003 لغاية اليوم هي تراكمات سلبية. القضية الأولى التي ممكن أن يقدمها أن يقدم وزراء حقيقة بعيدين عن الكتل السياسية وأحزابها، هذه النقطة الأولى. بعد التشكيل هناك شهران، هذين الشهران ما يقدر بس دقيقة حتى أفكك الموضوع أخي مشرق. ما يقدر محمد توفيق علاوي يمرر وزارة دون توافقات الأحزاب السياسية، لكن إذا جاب وزارة بأحزاب سياسية وبرنامج حكومي يلبي تطلعاتكم، عندكم مشكلة ويا هذه الرؤية؟ الخطوة الأولى بإعلان الأسماء التي ممكن أن تكون بعيدة عن التحزب، ومثل ما فعلناها بالضغط على البرلمان من خلال إقالة الحكومة والضغط على البرلمان من خلال قانون الانتخابات التي الكثير من الكتل السياسية وغالبيتها هي كانت ترفض هذا القانون الانتخابات، والدليل هم ذهبوا في البرلمان قبل 4 أشهر أو 5 لقانون سانت لوغو 1.9 الذي لا يمثل إرادة الجماهير، لكن الضغط الجماهيري. نحن اليوم نتكلم من مصدر قوة، نتكلم من مصدر نحن الكتلة الأكبر وليس هذه الكتل البرلمانية، نحن أصحاب الضغط. مشرق بس دقيقة هسه واحد ممكن يسأل دي تابع يقول لك يا أخي يا مصدر قوة، أنتم معرضين إلى القمع اليومي بالكسرية بالكواتم بانحسار موجة التظاهر، يعني ضغطكم وفاعليتكم مو مثل قبل، شلون تجاوب مثل هذا الكلام؟ خلينا نرجع، 700 شهيد لدينا ومنذ انطلاق التظاهرات في 11 هي كانت هناك قمع والوتيرة ازدادت وراهنوا على القمع وراهنوا على الوقت ونحن صبرنا. اليوم عندما نقول انه الوتيرة خفت هذا كلام غير صحيح بدليل واحد، عندما يكون هناك حدث معين مثلا اذا كان هناك ضرب في الخلاني او ضرب في مكان اخر او هناك اعتقالات او اختطاف او من هذا الترهيب سيكون هناك تواجد كبير. اذا ما كان هناك حدث تكون دعوة للجماهير من خلال الناشطين في الفيسبوك او السوشيال ميديا والقنوات الاعلامية سيكون هناك حدث واعداد كبيرة، نحن مستعدين ان نصنع 11 مرة واثنان وثلاثة واربعة. هذه الامور اليوم اصبحت لدينا وعي جماهيري كبير عندما يكون هناك تسويف. قد يكون اليوم هناك الكثير من امنوا ممكن ان محمد توفيق علاوي بتشكيل حكومة مستقلة
وهذه الجماهير ابدت ممكن هناك ابدوا برغبتهم بتولي محمد صفح علاوي، وهناك لا زال الرفض، وهناك من اعطى مبادره. هذه المبادره هذه التصرفات وقوه التظاهرات او ضعف وتيرتها ستحددها ماذا؟ سيحددها اولا اختيار محمد توفيق علاوي الوزراء، وبعد ذلك عند التصويت برغب جماهيري اذا كانت هناك الاسماء الوزراء هي اسماء مقبوله اليوم، اذا تم طرح والاسماء تحاكي الشارع العراقي انا اعتقد ستكون هناك وقفه من الجماهير مع هذه الحكومه. بعد ذلك بعد التصويت فيجب ان يقدم خلال هذه الشهرين او خلال الشهر الاول مبادرات، ومبادرات ليست بالكبيره. عندما اليوم نقول عندما يقدم جناح معينين، واليوم اسماء كثيره معروفه انهم جناح، وعندما يذهب بالفقره الثانيه الى اعطاء الشهداء والجرحى حقوقهم وشمولهم بقانون مؤسسة الشهداء وجرح الارهاب، هذه الامور البسيطه اللي ممكن ان تحل هي بقرار واحد، انا اعتقد ستكون مبادره جيده. اذا ما ذهب الى الضغط على المفوضيه وتحديد موعد انتخابات مبكره ستكون رسالة ثالثة جيدة. بهذه الخطوات سيكسب ود الجماهير ويكسر هذا الجمود والسلبية التي أرد أفترض السيناريو التالي وياك مشرق. في يوم التصويت على حكومة محمد توفيق علاوي التي يعني يرجح أنها ستمر في داخل مجلس النواب كليا جزئيا هذا موضوع آخر، ولكن طلعت الكابينة الوزارية مرت حكومة محمد توفيق علاوي بمواصفات ما لها تماما أي علاقة بمطالب التظاهرات وطموحهم في كابينة محمد توفيق علاوي، أنتوا شو محضرين لهذا اليوم؟ سيكون يوم 25 تشرين من جديد، هذا ببساطة ستسقط الحكومة وسنذهب بعيدا إلى المطالبة بحل البرلمان وانتخابات مبكرة بإشراف أممي. هذا خيار وباتفاق الجميع، لا ليس قابل غير قابل للتسويق. اليوم هم يعلمون جيدا، انا اعلم جيدا ما يدور، ونحن نستمع والكثير يحاول ان يتواصل معنا، ونحن نرفض اللقاء لا بالسيد محمد توفيق علاوي ولا بغيره، باعتبارنا محمد توفيق علاوي ليس مرشحنا لنملي عليه. اليوم نحن ننظر وننتظر ما سيقدم لنا من مخرجات.